السلام عليكم الاخوات. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشكل ديال الكنافه المالحه. غادي تكون الحشوه ديالنا الكفته ان شاء الله. ندوزو للمقادير. الشكل ديالها كيجي جميل وزوين ولذيذه. هنا من طبيعه الحال غادي نحتاجو الكنافه. كنحاولوا ناخذوا الكميه اللي غادي نستعملوها بالكميه اللي غادي نعمروا الكفته. انا خديت هذه الكنافه كانت عندي في المجمد، ضروري نحلوها ملي غادي ندهنوها بالزيت والزبده. هنا كما ذكرنا غادي نعمروها بالكفته، غادي تكون حشوه بالكفته. غادي نحتاجوا الكميه اللي عدات الكفته وقزبر ومعدنوس. هنا لي شامبينيون نوار، الفطر الاسود عندي في العلبه. الكميه ديال الكفته خذوا الكميه اللي كانوا كيعجبوكم راه تستعملوهم. انا هذا اللي استعملت تيكون هكا مجفف، كتخوي عليه المطايب وملي كيتنفخ كيرطب، كتقطعوه طرف صغار. هنايا هنا عندي بصله كبيره مشلضه اللي غادي نشحرها مع الكفته على حسب الكميه ديال الكفته راه كديروا البصله. هنا غادي ندير الكنافه فرديين صغار. وهنا العطريه عندنا معلقه الخرقوم، سكنجبير، الملحه، معلقه تحميره، معلقه ديال بصله مجففه، هذه بصله مجففه، وطبيعه الحال شويه البزار. هنايا غادي ندي الكفته ديالي هي اللي تشحر. هذا الفرماج المثلث غادي نحتاجو ملي تشحر لنا البصله مع الكفته، غادي نديرو فيها هذا الفرماج المثلث. غادي نشحر دابا، غادي نشحر البصله. غادي ندير الزيت البلديه، تقدروا تخلطوا ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه. هنايا درت تقريبا شي جوج معالق كبار، وغادي نضيف ديك العطريه. العطريه كلها غادي نستعملها، وغادي نخلي البصله تتشحر ليا مزيان، تطيح البصله، وعاد غادي نضيف ليها الكفته. هنايا وجدت درت الكفته تشحر ليا مع البصله. هنا وجدت الزبده، ذوبت الكميه ديال الزبده وخليتها حتى ولات نوازيت، كتسمى بوغ نوازيت. هذه كتكون كتعطي فيها واحد النسمه زوينه، ماشي تحرق لينا ولكن تاخذ لينا داك اللون البني. وضفت ليها شويه الزيت، وغادي نحاول نفركها مزيان مع الزبده والزيت. ضروري هذه المرحله ديروها باش تجي لكم ملي غتحمر لكم في الفران تجي لكم بنينه ولذيذه. الا ما شربتوهاش مزيان بالزيت والزبده راه ما كتجيش بنينه وما كتحمرش لينا مزيان. هنا حلوها مزيان بصباعكم باش ما تبقى حتى شي بلاصه، باش ما تبقاش لينا شي بلاصه ما دخلتش فيها الزبده والزيت، وتجينا لذيذه ملي غتحمر في الفران. هنا لكم الاختيار تاخذوا دي مول هكذا فرديين، ولا تاخذوا مول كبير تستعملوه. انا غنشارك معكم الطريقه ديالي. هادو تيكونوا فيهم كيجيو زوينين كمملحات. هنا راه زدت مازال الزبده بالنسبه للكميه، شتها ما كفاتنيش مزيان، زدت مازال الزبده وبديت كنفرك فيها مزيان، كندهنها مزيان بديك الزبده والزيت. ضروري هذه المرحله تعطيوها الخاطر وتحلوها مزيان. هنايا بالنسبه تشحرت لينا ديك البصله والكفته، تشحرت لينا البصله غنزيدوا ليها الكفته. خليوا البصله تتحمر مزيان باش تعطيكم البنه في الكفته. هنا غادي نزيد الكفته ديالنا، ونحاول غادي نحلها، غادي تحل مزيان بالفرشيطه باش ما تبقاش لينا مجموعه. ما تزيدوش الفرماج هنا تطيب الكفته، لان كما عرفتوا الفرماج غادي تحرق لكم. عطيوها الوقت تتحلوا الكفته مزيان مع البصله وطيب لكم، ماشي تنشفوها بزاف وعاد نضيفوا الفرماج. ملي غديفوا الاخوات الفرماج ما تخليوهاش بزاف فوق العافيه باش داك الفرماج ما الفرماج ما يتحلش ليكم، ما يتحرقش ليكم. ما تنساوش لي شامبينيون. هنا راه كما قلت لكم راني رطبتهم في المطايب وقطعتهم، وغادي نبدا نخلطهم. هنا من بعد ما ضفنا لي شامبينيون وداك الربيع، جوج معالق تقريبا ديال الربيع، هنا كنحلوا الفرماج الكميه اللي بغيتو. هنايا راه درت موتزاريلا، شويه الموتزاريلا كان عندي في المجمد، درت ربعات المثلثات وشويه الموتزاريلا. وهنا خديت ليمون. خذوا الاخوات الليمون اللي عندكم اللي كديروا فيهم دي كيك ولا كاب كيك. انا راه استعملت هادو، انا غنشارك معكم انا الطريقه ديالي. انا عندي هادو ديال لي كيك صغار،
كنحاولوا نغلفوا بيهم، نغلفوهم بالكنافه، وغادي نخليو الوسط فين غادي نديروا الحشوه. ضروري هاد الطريقه تخليوها باش تعمروا بها ديك الحشوه ديال الكفته. هنا كما كتشوفوا معايا الاخوات، داك الفرماج راه داب لينا حيت المقله مازال عندي سخونه، وبديت كندوب فيه بالمعلقه. هنايا ضفت القزبر والمعدنوس، معدنوس، ولكن راه نسيت الاخوات قلت لكم درتو قبيله، انا خليته حتى تشحرت ليا الكفته مزيان باش يبقى ليا البنه ديالو. هنايا كما كتلاحظوا معايا راه بديت خديت داك الليمون وحاول لبستهم بديك الكنافه وتعطيهم الخاطر وتخليو الوسط خاوي، كتبقاو تعطيوها الخاطر الكنافه تبقى تدوروها باش تجينا العماره في الوسط، ومن بعد نسدو عليها بالكنافه من الفوق. هاد المرحله كتبغي الخاطر باش يجيونا عامرين مزيان، والكنافه كلها مغطياها على حسب الليمون اللي استعملته. انا راه استعملت هادو، استعملت الاخرين ديال الكاب كيك عاديين. هنايا وكنبداو نلويو عليها الكنافه من الفوق وكنضغطوا عليها مزيان باش تشد لينا لا فورم ديال هاد المول، باش تشد لينا الشكل ديال هاد المول. وكنحطوا شويه من الفوق لان من بعد غادي نقلبوهم، ملي غادي يتحمروا لينا غادي نديمولوهم، غادي نقلبوهم باش يعطيونا داك الشكل ديال هاد المول اللي استعملت انايا. تيكون خاوي، تيكون فيها واحد الحفره خاويه من الوسط، غادي نديروا فيها الفرماج. غطيو كاع الكفته ما تبانش ليكم وضغطوه مزيان. هنا راه شعلت الفران باش يسخن ليا. هذا هو الشكل الاولاني، وغادي نوري لكم داك الشكل اللي درت في ديال لي كاب كيك، ديال لي كاب كيك. هادو راه معروفين، هاكا نديرو فيهم الكميه لتحت وغادي نعمرو بالحشوه. هادو كيجيو ساهلين لان ما فيهمش داك ما كيديرونجيناش هذاك المول الاولاني. صافي كتعمروها مزيان، كتضغطوا عليها بنفس الطريقه، صافي كتسدوا عليها. ان شاء الله غادي نكمل وغادي نرجع معكم. هنا الاخوات كما كتلاحظوا معنا راني كملت هذوك المول اللي عندي كلهم بهذه الطريقه، وغندخلهم الفران، ومني غادي يخرجوا غنرجع معكم. الاخوات من بعد ما تحمروا لينا في الفران خداو لينا واحد لون زوين ذهبي. هنا زينتهم بالفرماج اللي عندي، وهذا درت فيهم الكيتشوب، هذا الكيتشوب، وهذا الاخضر هو الفرماج. هنا درت الموتزاريلا، هادو اللي قلت لكم فيهم ديك الحفره كيجيو زوينين، الشكل ديالهم كيجي زوين ومحمرين، والريحه ديالهم يا سلام. ان شاء الله كنتمنى تجربوهم ان شاء الله، ونغيروا من داك الشكل ديال المول الكبير ولا الكنافه الشكل العادي. هنا موتزاريلا كنعمروا بهم دوك الحفيرات، عمروا بالفرماج اللي عندكم، الفرماج احمر او هذا اللي متوفر عندي استعملته هنايا. وهذوك الوسطانيين داك الفرماج ديال لي زيبينار، هذاك الفرماج اللي كتشوفوا خضر، هذاك الفرماج ديال لي زيبينار متوفر في المرجان، في كاع المراكز الكبرى التجاريه. هذا هو تيكون هكا الشكل ديالو، كتحكوه ولا كتقطعوه. هذا بالنسمه ديال لي زيبينار كيجي زوين وكيعطي لينا المنظر، كنلعبوا بالالوان. كنتمنى الاخوات يعجبكم ان شاء الله هاد الوصفه اللي شاركت معكم بالصحه والهنا.